على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. اليوم سوف نقربكم أكثر من مهام مديرية الطرق، ولتقريبكم من هذه المديرية يسعدنا أن نرحب بالسيد محمد أفشكار مدير الطرق. أهلا وسهلا بك سيد محمد أفشكار. أهلا وسهلا. أولا سيد محمد أفشكار، تحدثوا لنا عن أهم إنجازات المديرية خلال الخمس سنوات الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مديرية الطرق خلال تقريبا 4 سنوات الماضية بإنجاز عدة مشاريع استراتيجية لبلادنا ومهمة، أذكر منها ليس على سبيل الحصر التفصيلي ولكن على سبيل المثال. أولا في سنة 2012 قمنا بإنهاء الشطر الأخير من الطريق المتوسطي الذي يربط الجبهة، مدينة الجبهة، بمدينة تطوان، ثم أعطيت الانطلاقة لأشغال الطريق السريع بين تازة والحسيمة. فالأشغال الحمد لله في طور التقدم، والإنجاز الأشغال يتم وفق البرمجة المحددة لذلك. كما نحن الآن بصدد إنجاز إعداد وتهيئة الطريق الوطني رقم 9 بين مراكش وورزازات، فشطر مهم الأشغال جارية فيه، والشطر ثاني فالأشغال ستعطى لها انطلاقتها بعد بلورة صفقة الآن بصدد إنهاء التفاصيل الأخيرة لها. وهناك مجموعة من العمليات تتركز على عمليات تقوية بنية الطريق وتوسعتها وتجديد طبقة سطحها، مع أيضا عمليات التشوير الأفقي والعمودي وكذلك الصيانة. تحدثوا لنا عن صيانة الطرق. الصيانة الطرقية، فقد قامت مديرية الطرق بطبيعة الحال، فهذا في من صميم مهامها، قامت بإنجاز مئات الكيلومترات من أجل تجديد مواصفات طرقنا الوطنية والجهوية والإقليمية، وقد تم ذلك باللجوء إلى تقنيات كلاسيكية وتقنيات جديدة، منها تقنيات إعادة التدوير المحلي بالمعالجة سواء بالإسمنت أو بالعواقد الهيدروكربونية من مستحلبات إلى آخره. وما هي المشاريع الكبرى التي أنتم الآن في طور إنجازها أو المستقبلية التي توجد في الطور البرمجة؟ من المشاريع المهمة والاستراتيجية لبلادنا والكبرى هي المشروع الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو الطريق السريع الذي سيربط مدينة تيزنيت بمدينة الداخلة. فهذا مشروع ضخم ومشروع استراتيجي ومحوري وكبير، وقد أعطيت الدراسات لمجموعة من الأشطر وهي في تقدم واضح الحمد لله، كما تم البرمجة لذلك، ونأمل من الله تعالى أن تتم الأمور كما ينبغي لنكون عند حسن الظن جلالة الملك وبلادنا وشعبنا. نعم، وبحول الله من المتوقع أن تنطلق هذه الأشغال في أي تاريخ بالضبط؟ طبيعة الحال الأشغال فسنطلق السنة المقبلة إن شاء الله أو في أواخر هذه السنة. نعم، إذن الدراسة متقدمة الآن. الدراسات متقدمة طبيعة الحال. نعم، وتحدثوا لنا عن أين وصلت الدراسة أو التحضير للبرنامج الوطني الثالث للطرق القروية. طبيعة الحال فالبرنامج الثالث للطرق القروية فهو تكميل للبرنامج الأول والثاني. نعم. فقامت المديرية بجرد تقريبا ما يربو عن 30,000 كيلومتر. نعم. ولكن تم اعتماد تقريبا مجموع 28,000 كيلومتر الذي سنقوم بإنجازه بطبيعة الحال في إطار شراكة وفي إطار تركيبات وضعت لذلك خلال 7 سنوات الحمد لله. فنحن تدربنا في المشروع الأول والثاني وعندنا تجربة وراكمنا خبرة، إذن وهناك شراكات بين جميع الوزارات وجميع القطاعات التي تهتم بتطوير العالم القروي. إذن البرنامج الوطني الثالث كما قلتم هو تكملة للبرامج الوطنية الأول أو الثاني، وستكون له يعني فائدة كبيرة بالنسبة لفك العزلة عن هذه المناطق، وأكيد سيكون له وقع سوسيو اقتصادي على هذه المناطق. هل تحدثتم لنا باختصار عن هذه النقطة؟ أكيد، فالأهداف من البرنامج الأول والثاني هو فك العزلة وإعطاء فرصة للساكنة القروية للوصول إلى الطريق
وللوصول إلى خدمات بكافة أنواعها وأشكالها. ومن طبيعة الحال فالبرنامج الثاني أوصلنا إلى تقريبا نسبة من الولوجية تناهز 80%، ونتوخى من خلال هذا البرنامج الثالث أن نحسن نسبة الولوجية هذه، أي نسبة الساكنة القروية التي تلج إلى الطريق وإلى خدماتها لتناهز ما يفوق 90%. نعم. وبالنسبة لاستراتيجية مديرية الطرق في السنوات المقبلة، هل تقومون الآن بإنجازها أم هي في يعني منجزة وتنتظر يعني؟ لا، استراتيجية مديرية الطرق فهناك عدة مهام، فهناك مهام تقليدية، صيانة الطرق واستغلالها وتوسعتها وتكييفها طبقا لمقتضيات تطور حركة السير، وبالمشاريع التي ننكب الآن على 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 العمل عليها هو إعادة تصنيف الشبكة الطرقية، لأن تقريبا التصنيف الأخير كان تقريبا قبل 20 سنة، والآن وقعت مستجدات على مستوى تهيئة المجال الترابي الوطني، وعلى وقعت عدة تطورات مما يقتضي إلى إعادة النظر. فقد انتهينا للتو من الطرق المهيكلة أو التي ستكون هي الطرق الوطنية، ونحن نشتغل على الطرق الجهوية، ثم سنشتغل من بعد ذلك على الطرق الإقليمية ليواكب أو لتواكب الشبكة الطرقية التقدم الذي تحققه بلادنا في جميع المجالات. أكيد. ولتقريب السادة المشاهدين من مهام مديرية الطرق، هل قلتم لنا كيف يتم التنسيق مع باقي المديريات الإقليمية أو الجهوية؟ بطبيعة الحال فنعمل بشراكة تامة وبتواصل تام، فهناك الدراسات الاستراتيجية بطبيعة الحال تقوم بها مديرية الطرق لتعطي التوجهات العامة والخطوط الكبرى، ويتم تمحيصها وتدقيقها بالرجوع إلى المديريات الترابية من مديريات جهوية ومديريات إقليمية. وعلى ضوء هذا العمل يتم استخراج مخطط خماسي للصيانة وللتوسعة وللتكييف إلى آخره، ومن هذا البرنامج المخطط الخماسي نستخرج برامج سنوية للنهوض بجودة وبمستوى خدمة الشبكة الطرقية على المستوى الوطني. نعم سيد محمد، أشكر نشكركم على كل هذه التوضيحات وكل هذه المعلومات التي قدمتمها لمشاهدينا. شكرا على حضورك معنا. شكرا جزيلا لكم. مرحبا. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، وإلى لقاء مقبل بحول الله.